يعني في أشياء أنا كنت أخترعها وأنا يعني أدرس في البلاد في تحفيظ القرآن الكريم، أشياء يعني بسيطة جدا ولكن كانت محاولة، وأحيانا يعني كنت يعني أبتكر أكلات معينة. كما أكد لنا أن مكبسة يحقق جدوى اقتصادية عظيمة لمالكي مصانع الأسمنت، وأن الإقبال عليه سيكون كبيرا في حال طرح كمنتج في الأسواق. توفير الاقتصادي يعني ليس بالبسيط، صاحب المصنع الآن عندما يكون عنده مكبس أوروبي ينتج فيه مثلا 10,000 بلوكة، سوف ينتج بمكبس محل الاختراع 15,000 بلوكة بنفس الخلطة وبنفس المواد، يعني وفر 5,000 بلوكة، وهذا ليس بالقليل يعني، زائد توفير صيانة في المعدات في الكرينات في السيارات، حتى استهلاك الكفرات، وحتى الشارع اللي تمشي عليه السيارة يستفيد مخفض وزن. مكبس اللي اخترعه فهو يعطي يعني فائدة كبيرة للاقتصاد اليمني، وخاصة في المناطق الحارة والباردة، يعزل الحرارة ويعزل البرودة ويخفف من الكهرباء، من استهلاك الكهرباء. مع تفانيه في عمله واهتمامه بمساعدة الآخرين، لا ينسى اليافعي شكر محيطه القريب الذي قال إنه كان له الأثر الكبير في إنجازه لاختراعه، فضلا عن دعم عمال مصنعه وحتى عملائه الذين راحوا يتهافتون على شراء منتجات المكبس الآلي. الوصول إلى هذه المناسبة التي أشعرتنا بالفخر جميعا كأننا أبناء منطقته أو اليمن ككل أو حتى في المستوى العربي، لأنه براءة الاختراع التي حصل عليها تم إعلان عنها على مستوى العالم كامل حتى تكون هي له الأسبقية في هذا. تناقلت وسائل الإعلام اليمنية بمختلف أنواعها خبر فوز المغترب اليافعي، وصار في تلك الفترة نجما بارزا. حينها تسابق مسؤولو الحكومة على غير عادتهم في الاتصال به وتهنئته، وكان على رأسهم وزير المغتربين الذي دعاه لزيارة بلده. بعد حصوله على جائزة الملك عبد الله صراحة كنا يعني فرحنا فرحة كبيرة، ولا أقدر أصف لك يعني مدى هذا الفرحة والسرور في نفوسنا وفي نفوس الأهل والأغارب جميعا. لبى ضيفون الدعوة مباشرة، وعند وصوله نظمت له فعاليات لتكريمه، كما رتبت له لقاءات بعدد من المسؤولين في الحكومة كان أبرزهم رئيسها، وبعدها بشهور حظي بلقاء جمعه برئيس البلاد لكن في بلاد الاغتراب. يدين ضيفنا بالفضل في النجاح الذي توصل إليه بعد الله سبحانه وتعالى لأشخاص كثر، لكن زوجته وأولاده كانوا على رأسهم، لذلك فهو يهديهم فوزه. والله يزمك يعني الفوز هذا هو يعني أهديه لزوجتي أولا وأولادي، ثم أهديه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وحكومته الرشيدة والشعب السعودي، وأهديه إلى الشعب اليمني، وكون هذه الفكرة أتت من منبع الشعب اليمني، وهي كما سميتها أنا صناعة سعودية بعقل يماني. على الرغم من الفترة الطويلة التي قضاها ضيفنا في بلاد الغربة، إلا أن حبه لوطنه لم يتغير وتعلقه به زاد. كانت تعابير وجهه وهو ينظر لصنعاء من بعيد خير دليل على ذلك. أشكركم شخصيا وأشكر قناة السعيدة وأشكر الشعب اليمني على تفاعله مع هذا الحدث، كما أوجه الشكر الجزيل إلى معالي وزير المغتربين على دعوته الكريمة وحسن استقباله وتكريمه لي، وإلى دولة رئيس الوزراء الأستاذ المناضل محمد سالم بسندوة يحفظه الله
وأدعو له إن شاء الله التوفيق بإخراج اليمن إلى بر الأمان. صحفي وكاتب يمني اعتبر من أبرز الخطاطين العرب وأمهرهم خلال العقدين الماضيين، منح جائزة دولية في تدوين المصحف الشريف، كما حصل على جوائز عالمية في مجالات أخرى. في التقرير التالي تفاصيل أكثر. أحمد الأشواري اسم لأحد أعلام الخط العربي لا حدود لتأثير ما يتركه حبر قلمه في محيطه. لم يغزو الشيب رأس هذا الرجل من فراغ، فهو إلى جانب ملكته في الخط والزخرفة صحفي مرموق وذاكرة سياسية تختزل حقبة مهمة من تاريخ اليمن المعاصر. كأحد أبرز مدوني المصحف، منح ضيفنا في العام 93-900 ميدالية ذهبية في مهرجان بغداد العالمي للخط العربي والزخرفة الإسلامية. عندما رأيت المستويات ذهلت، مع أن أنا القادم قلت من اليمن وخطي جيد، لكن عندما شفت المستويات وكيف صححوا لي قلت أكيد أنه ما أستطيع عشان تحليها. الحمد لله، وكان لأنه على أسس وقواعد، كانت 4 أعوام قضيتها دراسة مسائية موازية تعتبر للجامعة. الحمد لله طلعت في امتحان شهادة الخطوط، كنت الأول على جمهورية مصر العربية، كنا 5 مدارس بالذات في خط المصاحف النسخ، والرابع في ترتيب بقية الأنواع لأنها 7 أنواع للخط العربي. تمثلت مشاركة ضيفنا في ذلك المهرجان في 4 صفحات من الآيات المدونة لنسخة المصحف الشريف، كانت مكتوبة بخط النسخ. وطبعا أنا كنت بأراهن أكثر شيء على خط النسخ. في المهرجان الأول ما حصلتش أي حاجة، ولكني استفدت من التقنيات اللي كانت موجودة تستخدم ومن الأدوات. أنا مثلت اليمن في كلا المهرجانين، عام 88 المهرجان العالمي الأول للخط العربي والزخرفة الإسلامية، وفي المهرجان الثاني عام 53 شاركت أيضا رئيس الوفد وكل الوفد كنت أنا. ومع النجاحات التي حققها، هناك من قام بعرقلة مشاركته في مهرجان لاحق رغم تلقيه دعوة من الجهات المنظمة حيث أخفيت عنه الدعوة. لم أتسلم الدعوة إلا بعد 3 أسابيع من انتهاء المهرجان، ووصل وعليه طوابع يمنية. وبالمناسبة جاء رئيس اللجنة الدولية إلى اليمن إلى الجامع الكبير واتصل بي وقلت له من أين لكم طوابع يمنية؟ قال لا، هذا خطي الذي على الظرف، لكن قال ماكو عندنا طوابع يمنية. قال هل أنت ملاحق أو ماذا؟ حقيقة استغرب يعني تماما، أريته الظرف. فقال في ناس يبدعون ويريدوا أن يقولون لك نحن هنا، ولا أدري لماذا يعني. حاملا البكالوريوس في الآداب، تخرج ضيفنا في العام 75 من جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا مرتفع، حيث كان الوحيد بين زملائه من الدارسين العرب الذي حظي بذلك التقدير. في البداية كما قلت لك هي طبعا هي هواية أو ملكة. تشرب ضيفنا هواية الخط منذ الطفولة وسنوات الدراسة الأولى في مسقط رأسه بمديرية الشاهل بمحافظة حجة، حيث كان يعتمد عليه معلمه في نسخ الكتب. يجب أن تكون المسافة، وهذا لمن يهم الخط، يجب أن تكون المسافة بين السطر مسافة وثلث 9 ملي، ومعانا الثلث 3 ملي، لازم الفراغ 12 ملي، ثم يقسم أثلاثا، الثلث الأول للكسرات والحروف النازلة، وفي الوسط حقل يظل 4 ملي صافي ما يكونش في أي تشكيل، والأربعة الملي المتبقية للتشكيلات الفوقية، ثم 9 ملي وهكذا. وهناك في القاهرة تتلمذ على يد الأستاذ محمود الشحات في مدرسة تعليم الخطوط العربية التي التحق بها لمدة 4 أعوام، وكانت دراسة موازية لدراسة الجامعة. يعزو ضيفنا اهتمامه وكثير من الطلاب في تلك الحقبة امتحان تدوين المصحف الشريف وحفظه وتلاوته إلى قربهم منه.
أما عن الجوائز العالمية التي حصل عليها فقد تنوعت ما بين العينية كهذا الراديو الذي حصل عليه من إذاعة هولندا لفوزه في إحدى مسابقاتها، ومنها دعوات لزيارة بلدان. أنا عندي حوالي 10 جوائز فعلا عالمية، وحقيقة معظم الجوائز هي بفضل موهبة أو نعمة الخط هذه حقيقة. أول عمل مارسه ضيفنا كان في التلفزيون الحكومي حين افتتاحه في منتصف السبعينيات، وبيديه كتب أول خط يظهر عليه، وبعدها تم انتدابه صحفيا بدار الرئيس اليمني السابق، ومن ثم أحيل للتقاعد. أنا بدأت عملي في محطة التلفزيون، وافتتحنا بخطاب الشهيد إبراهيم الحمدي في 25 سبتمبر سنة 75. وأول كتابة كان الجمهورية العربية اليمنية كان بخط يدي. في فترة الثمانينيات زار مؤلف كتاب الخطية العربية الذي يوثق لسير حياة إعلام الخط العربي فوزي سالم عفيف اليمن، والتقى ضيفنا الذي أبلغه من تواضعه بأنه ليس الخطاط الأول. وصل إلى عندي يسأل قال من أفضل خطاط عندكم؟ قلت والله في كثير، في الحديدة، في التعز. صراحة ما كنتش أنا قلنا الديمقراطية يشوف لهذا، فكان كلما ذهب إلى تعز أو الحديدة قال لما أنت بغيتي ليش قال تعذبني أو تعبني أن أنا أروح، فرجع أنه اختارني. كما قلت لك كانوا معظم الآن تلامذتنا الآن مبدعين، عندهم كانوا صغار وكان يترددوا علي. دون المؤلف حينها سيرة حياة ضيفنا، ومن هذا الموقف أسس إلى جانب عدد من الخطاطين جمعية الخطاطين اليمنيين، بعد أن نظم ما يشبه الحملة الإعلامية لدعم هذا التوجه في وسط صناع القرار. أنا كتبت عدة مقالات ضمنها في الكتاب الذي هو عن اليمن، لماذا لم تنشأ، حتى ادينا كلام نحث المسؤولين، وأنا تدرون أن الخليفة العثماني السلطان العثماني كان يسهر طوال الليل ممسكا بالدواه للخطاط، وحتى يغمس الخطاط في المحبرة التي يقبضها السلطان بين أصابعه، والسلطان كذلك لا يجد أي عبء أو غضابة وهو يمسك بها، ومعظم السلاطين كانوا خطاطين. لضيفنا إجازة شرعية في تدوين المصحف الشريف، كما له مؤلف تحت الطباعة بعنوان البرهان في تفسير القرآن. يؤكد ضيفنا أن ثمة الكثير من الخطاطين في اليمن، لكنه فضل أن يكون احترافهم عن دراسة، متسائلا عن أسباب غياب مدارس تعليم الخطوط في اليمن أسوة بغيرها من الدول العربية. اليمنيين مبدعون بمعنى الكلمة، والله وصلوا إلى مستويات لكأنهم درسوا حقيقة، لكن بدلا من اختصار المسافة، لو عندنا مدرسة لتحسين الخطوط الإنسان خلال 4 أعوام يحذق القواعد ويجيدها، لأن هي أوزان ومقاييس دقيقة جدا. السادة المشاهدين، كان خطاط اليمن هو آخر مواضيعنا في حلقة هذا الأسبوع، حتى حلقة جديدة ومواضيع أخرى شيقة، نترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.